في قاعة سينما كوزموس بالقاهرة 18 فبراير سنة 1937 كان بروجرام العرض فيلم ليلى بنت الصحراء، وفيلم كمان مش أفندي مفيش فايدة، وده أول فيلم رسوم متحركة مصري وكان ناطق باللغة العربية، ومدة عرضه 15 دقيقة. وبعدها بأيام عرض بدار سينما النهضة فيلم رسوم متحركة تاني بعنوان حبوب وحبوبة، رسوم الفنان المصري أنطون سليم. مش أفندي استثمار مصري لنجاح شخصية ميكي ماوس في والت ديزني، اللي شجعت السينمائيين المصريين والأجانب لمحاكاة تجربة ديزني. أغني لك وتمشي؟ طيب هغني لك. بحق من سمك دونكي وجعل أو تشعرك لبكرة تبقى عجب رنجي وحط لك ورد على ودانك. رواد التجربة هم الإخوة فرانكل، وهم متمصرين من أصول روسية يهودية. بدأوا عملهم في مصر في مجال صناعة الموبيليا وسابوها بسبب قلة الأرباح، وقرروا الاتجاه لفن الرسوم المتحركة. قام بزئيل الأب بإعداد الأحبار والألوان، وانفرد الابن سالومون فرانكل بعبء الأدوات من تصوير وإضاءة وأدوات صوت ومونتاج. أما الابن ديفيد فكان بيرسم الشخصيات والديكور وتحديد الزوايا والرسم بالحب، وبعدين يقوم الأخ الثالث ملون كل ما سبق. أشهر حلقات مش أفندي كانت حلقة الدفاع الوطني، وفيها بتروح شخصيتهم الشهيرة مش أفندي للحرب في الجيش المصري في صفوف الحلفاء ويشارك في النصر النهائي، وهي رؤية تكاد تدفع بالمصريين لحرب ما كانوش أصلا طرف فيها، وده بيدل على مدى سعي الرأسمالية اليهودية وقتها في خدمة احتياجات جيش الحلفاء. في سنة 1951 تركت عائلة فرانكل مصر بسبب آثار حرب فلسطين عليها، واستقرت في باريس، واستمرت معاها شخصية مش أفندي بدون طربوشه، وقدم في فرنسا 10 حلقات تانية، بس فضل الأساس هو مش أفندي اللي اتعمل في مصر، وكان أول فيلم كرتون مصري، ولسه عايش لغاية دلوقتي لدرجة إنه بقى بطل الحلقة دي. نورتنا يا مش أفندي، نورتونا في مصر من البلكون.